ونؤمن بأن إبليس ليس منهم على ما رجحنا، أما على القول الآخر فإنه من الملائكة، لكن على حسب ما نراه أنه ليس من الملائكة، وذلك لأدلة من بينها ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام عن إبليس أنه خلق من نار، وجاء في ضمن هذا الحديث أن الملائكة خلقت من نور فدل على الافتراق، ومن بينها أن الله عز وجل أخبر عن إبليس أنه من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ثم قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، والملائكة لا يحصل منها توالد ولا ذرية، ولذا أنكر عز وجل على من زعم أنهم إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فيكون قوله تعالى إلا إبليس هذا استثناء يدعى بالاستثناء المنقطع، وذلك لأن المستثنى غير جنس المستثنى منه، كما لو قلت قدم القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم، فكذلك إبليس